النهارده بتنورني وبتشرفني على شبكه تلفزيون الحياه وبرنامج عين النجمه الجميله داليا مصطفى منورانا. ميرسي. خسه قوي. صح قوي قوي. انت كنتي عايزه تعملي دايت ولا ده عشان الدور الجديد ولا ايه؟ انا ما كنتش عايزه اعمل حاجه على فكره خالص بس انا خسيت قوي. يعني عملتي ايه داليا؟ انت عارفه كام واحده دلوقتي تتفرج عليكي هتقول لك عملت ايه؟ يعني كان عندي شويه تفاصيل كده خسيتي. اسمت الفترة الجاية داليا هتكون الشهيرة باسمت. بالظبط. حواديت الشانزليزيه انا عارفة انه مسلسل صعب، انتوا اعتقد في الخمسينات مزبوط. وانا عارفة طبعا ان ايمن ونهى عاملين شغل حلو جدا في الكتابة، وطبعا من انتاج شركة سانرجي. مسلسل زي ده بيكون دايما مسلسل صعب ومكلف من ناحية الانتاجية، كمان على الممثلين بيبقى فيه شغل من كل، وغير شغل اللبس طبعا ومراكز الفقار والحاجات دي. انا عارفه ان انتوا كمان تفاصيل الناس دي في الوقت ده بيبقى كلام بالراحه، الماشيه بالراحه. بس اول يوم تصوير بجد انا عاده ما بتفرجش على 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 الشغل بعد ما بصور، بس بعد اول مشهد رحت المرقص، قلت المرقص او انا مش اوفر قوي، يعني اوفر مش تمثيلا، اديت حركه كلام روقان. قال لي تعالي اتفرجي. قلت له طب يلا اوكي. رحت اتفرجت، قلت له انت مبسوط؟ قال لي، قلت له بس انا خايفه قوي لانه في بعض المصطلحات بتتقال زمان، في طريقه ماشيه انا عامله، انا كنت انا بذاكر كتير قوي قبل ما ادخل اي عمل، وانا بطبعي بحب الفتره دي، بتفرج على الافلام دي، بقرا في تاريخ الملك في الفتره ديت، فانا يعني لحد ما ملمه شويه اجتماعيا بالحاله دي كان شكلها ايه. ذاكرت ماجده قوي، عيطت زي ماجده، مشيت زي فاتن حمامه، صوتي كان ولسه باين اهو، صوتي جراف عميق مش الصوت العادي بتاعنا. حاولت ان تبقى اسمت مختلفه عن بقيه الشخصيات التانية. ايمن سليم هو القصه، سيناريو وحوار ايمن سليم ونهى سعيد، هم كاتبين كل الشخصيات بامانه من كبير لصغير، من دور الكبير قوي اللي بيعمل مشهد واتنين، مميز قوي وعنده شخصيه، في شخصيه في كل واحد بيعمل حاجه. وانا كان لازم ابقى قد اللي مكتوب ده، كان لازم في تحدي يعني، واتمنى انه يبقى حاجه كويسه. مرقص عامل اول برضو تجربه لي، عامل كادرات هايله. ان شاء الله كلنا هنفاجئ يا رب بحاجه كويسه. انا مبسوطه جدا زي ما انت قلتي بصراحه، الله يكون في عونهم لانهم دفعوا كتير. لا وانتوا كمان نجوم كتيره يعني. الديكور متكلف كل حاجه، وملك ذو الفقار الملابس، لا في مصاريف كتيره قوي بعيدا عن اجور ممثلين، في خبايا تانية مش موجوده في مسلسلات تانية.